السلام عليكم ورحمة الله. فصل الصيف وخاصة عندنا في المدن الحارة دائما الرحلات تحاول أن تؤجل رحلات فترة الظهيرة، والسبب هو ارتفاع درجة الحرارة. هل لدرجة الحرارة تأثير؟ نعم بالتأكيد، تأثير درجة الحرارة العالية جدا مؤثر على عطاء المحركات في الطائرة أو ما نسميها البيرفورمانس. فالمحرك لا يعطي القوة الكافية للإقلاع وحتى بعد الإقلاع، لذلك ارتفاع درجة الحرارة على وزن الطائرة الثقيل قد يؤدي إلى تأجيل وقت الإقلاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ارتفاع درجة حرارة الوقود. للوقود درجة حرارة معينة، إذا تجاوز هذه الحرارة في الأرض يؤجل الإقلاع. أنا حاليا في مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، ودرجة الحرارة في ينبع 44 درجة مئوية. هذه الحرارة بالنسبة لنا على الوزن اللي احنا فيه الآن بنقلع، ما عندنا مشكلة. أنا أتكلم إذا ارتفعت الحرارة عن 50 عن 55 زي مثلا في الرياض، في الكويت، في القصيم، هذه درجة حرارة جدا عالية في المدينة المنورة. فأبوريكم الآن درجة حرارة الوقود. درجة حرارة الوقود الآن مناسبة بالنسبة لنا، لكن الوقود عندنا إذا ارتفع عن الحد المسموح نؤجل الإقلاع. بوريكم درجة حرارة الوقود الآن. هذه هي خزانات الوقود في طائرات الإيرباص. طبعا هذا الجناح، هذا شكل الجناح، عندنا خزانين في الجناح الأيمن، خزانين في الجناح الأيسر، وخزان في المنتصف. لاحظوا اللي في المنتصف ما له درجة حرارة لأنه داخل الطائرة. هذه اللي الخزانات اللي معرضة للشمس، درجة حرارتها 32 و24 و22 و29 مختلفة درجة حرارتها. لكن إذا ارتفعت أي واحد منها يرتفع يصل إلى 45 فالإقلاع وقتها يؤجل.